عن الدستور سعادة الشيخ. الدستور ايضا صار الدستور هذه حاجه تقنينيه هذه على كل شيء. ما حدث الان هو امور تقنين، يعني بقى التخشب يعني لا اذا نحن على سبيل المثال عندنا في المذهب الاباضي حافظنا على الشورى، لكن حدث هنالك تخشب في التطبيق. تخشب في التطبيق مثلا، ما تطور عندنا التجربه، لم تتطور تجمد ثبتت، لم تتطور عندنا الاليه من عهد الامام طالب الحق عبد الله هو اول امام في الدوله الاباضيه والى الايام الاخيره مثلا، ماشي تطور هنالك على مدى يعني 14 قرن ما في تطور يعني. فهذا التخشب الحقيقه اثر واحيان يؤثر واحيان تسقط الدوله بسهوله وغير ذلك، يعني فيكون دوله قائمه بقوه وغير ذلك ما يخطئ لها سنتين ثلاث سنوات الا انتهت بسبب او تنتهي بسبب عدم التطوير. عدم التطوير قد يكون عدم وجود اجتهاد. فاذا في القضيه في الحقيقه هي نعود القضيه ان هناك نظريه صحيحه وهنالك يكون النقص دائما في الاليه او في التطبيق، فلا بد يكون هنالك من تطوير طبعا يعني يترادف. يعني ليش الشيخ ابو مسلم البهلاني ألم يكتب للإمام سالم بن راشد بما يشبه الدستور في الحقيقة تلك الرسالة يوجهها، وهناك له كتاب آخر لكنه فقد لأن المجتمع العماني أساسا ما يتقبل تلك الأفكار. قصيدة النونية يحفظها كان كل عماني يتغنى بها مدح القبائل، كتاب السياسة بالإيمان لم يعثر له على أثر حتى الآن. يعني لماذا؟ لأن العقلية العمانية كانت تقبل القصيدة النونية ولم تقبل ذاك الكتاب السياسي بالإيمان اللي يقول شوفوا الصحافة وما الصحافة ومدري إيش واتصلوا بالآخرين والتطوير وغيرها الأشياء. لأن الشيخ أبو مسلم عاش في ظل طبعا وعرف وعاش بجانب الاستعمار البريطاني وعرف الدول ويتابع الأخبار ويتابع الصحف اللي تصدر في الهند والجمعيات والصحف من في مصر، فتكونت عنده فكرة في تطوير الدولة لكن لم يحدث لها قبول في المجتمع العماني لا على المستوى الحاكم اللي هو الإمام ولا على المستوى المحكوم، لأن ما يعني وفي الحقيقة في شواهد كثيرة تدل على كذلك، يعني ما نحب نذكرها لكن في الحقيقة شواهد لا ما يتناسب بعض الأمور.